مش دي خالص، ما فهمتش دي خالص، انا فهمتها غلط او سمعتها غلط او ما سمعتهاش اصلا، طب بس هي ممكن ما حاجة أخيرة وصلتليش. يا عمرو بعد إذنك، فضلا وليس أمرا، تطلع يوسف ليفاندوفسكي بقى لو ينفع. يوسف ليفاندوفسكي. طيب انت خلصت؟ يعني تمام، يعني جملة أنا خلصت، يعني أنا حتى حاولت أختصر يعني. طيب شكرا يا خالد. يا فرانكشتاين تفضل يا خالد. أول شيء يعطيكم العافية جميعا. أنا بس بتحدث عن نقطتين ولن أطيل بإذن الله. قضية شماعة حقوق الإنسان، والله هذا أمر أمانة يدعو للضحك أمانة. معلش، هو اسمه ايه تاني يا فرانكشتاين؟ يوسف اسمه يوسف، ليفاندوفسكي. يوسف. يوسف ليفاندوفسكي. طيب تفضل. فقضية يعني رفع الأخلاق ووضعها على شماعة حقوق الإنسان، هذا أمر مضحك للغاية. يعني مجرد ما يسأل شخص المتشبث بهذه المنظومة، هي منظومة حقوق الإنسان يعني التي ظاهرها أخلاق حسنة وباطنها من حيث أرض الواقع والأفعال، أمر آخر ومغاير. فنحن نقول لهؤلاء يعني الملاحدة الذين فقدوا هوية الأخلاق والمرجعية الأخلاقية، هل قبل إعلان حقوق الإنسان بلحظة واحدة وبدقيقة واحدة لم تكن هنالك أخلاق ممكن الرجوع إليها؟ هل البشر الذين عاشوا طيلة الفترة بدون حقوق الإنسان لا توجد لهم مرجعية ممكن من خلالها أن يحسنون وأن يقبحون بالأخلاق؟ طبعا هم إجابتهم أمانة تطورية، وهذه مشكلة من يتأثر بالتطور في كل شيء، من يقول لك والله الأخلاق تطورية، فوضع الأخلاق بقضية الاحتمالات، صارت الأخلاق هي ترايل أند إيرور. يعني نحن نعيش فترة طويلة من الزمن ومن الوقت هنالك أفعال قبيحة تواطأنا عليها، ثم اكتشفنا آثارها السلبية وإشكالياتها، ثم قلنا لا، هذا الخلق خطأ فنغيره إلى خلق أصوب، وتستمر عملية التراكم والتطور إلى ما شاء الله. هل يعقل أن تعيش البشرية على هذه الاحتمالات إلى فترة طويلة من الوقت؟ أمر يعني غريب للغاية. هذا سؤال يسأل للملاحدة والربوبيين جميعا. هذه المنظومة الأخلاقية والمرجعية الأخلاقية، قتل المرتد لماذا هو قبيح؟ لماذا هو قبيح أصلا؟ لا يستطيع، هو لا يستطيع. هل القتل بذاته قبيح أم لغيره؟ يجب أن يرد على هذه النقاط رد منطقي. نحن نقول القتل خطأ لأنه ورد بالشرع خطأ، لكن أنت عندما تقول أن حقوق الإنسان قالت كذا، أقول قبل حقوق الإنسان بلحظة هل كان القتل حلال؟ طيب قضية الشذوذ الأخلاقي أجلكم الله كانت أمر مستنكر ومستهجن لدى المجتمع، ثم أصبحت أمرا مباحا وعاديا ولا يوصف بأنه خلق سيء. هذا الملحد والربوبي لماذا يقف موقف الحائر دائما، ينتظر هذه القوانين التي يعني تتسربل به لكي تضفي عليه نوع من الأخلاقية؟ أمر غريب للغاية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أمانة والتي أود أن أتحدث عليها، عندما يتشدق البعض بالحريات والأخلاق وما إلى ذلك، عندما أجد شخص معين، يعني شخص معين يأتي إلى إحدى المقدسات أو يأتي إلى كتاب الله ثم يحرق هذا الكتاب، هذا ينم عن خلل نفسي أمانة. كل ما في الأمر أن هنالك أوراق وكلام مكتوب، إذا كان هذا الكلام لا يمثل لك شيء ولا يعني لك شيء ولا يقيم ولا يقدم، اعتبرها أوراق يا أخي مبثوثة بحبر وورق مبثوث في مكان معين، لماذا تتعامل معه بكراهية؟ والله العظيم وأنا مسلم لا يمكن أتي إلى مثلا الإنجيل أو التوراة وأحرق هذا الكتاب، حتى لو أني أعتقد ببطلانه، لأنني أواجه ورق. هذه أمانة خلل نفسي، ويجب أن نعالج هذه المشكلة أمانة. لماذا نتعامل مع هذه الأشياء بهذا التعامل؟ لماذا يتعامل هذا الشخص المتشدق بالحريات؟ لماذا لا يعتبر القرآن عبارة عن أفكار مكتوبة وهذه الأفكار لا تمثله ويمضي إليها؟ لماذا يذهب بهذا الحقد وهذا الخلل النفسي بذاته ويذهب إلى حرق القرآن؟ ثم يأتي ويقول لك الحرية والرأي الآخر. هذه النفسية أمانة، وأنا قلتها بكذا روم، نفسية الشخص الذي يزدري الأديان بهذا القبح ويأتي إلى المقدسات ويحاول أن يهيل المقدسات، أنا أقسم بالله لو كانت السلطة بيديهم لحرقوا المسلمين كافة، لأن هذه نفسية مختلة أمانة. هذا شخص يذهب إلى جماد ويحرق وهو مغتاظ، فما بالك بمن يحمل القرآن ويحمل الشريعة ويحمل الإسلام؟ كيف يتعامل معه؟ لن يتعامل معه بقضية حد الردة، بل بما هو أدهى وأمر من هذا الشيء.
لكن نحن نقول يعني كفى بالجمل بالجبر الأشم أن يأتي يعني أحد الكلاب وينقر به وينبح به، وشكرا. طيب عمرو ممكن نرد في يعني اثنين من أصدقائنا المسلمين ردوا، فأستأذنك أرد سريعا عشان أنا مضطر أمشي، فعشان أرد على نقاط اتقالت، فممكن ولا مش ممكن؟ يا عمرو أعتقد صدى عمرو جلتش. طيب عمرو جلتش اوكي. طيب. دكتور شريف ممكن اسال حضرتك سؤال بس سريع يا جماعه؟ سامعني ولا ايه؟ معلش الابلكيشن خرجني بره. انا سامعك يا عمرو. ممكن ممكن اسال، ممكن ارد سريعا يعني بما ان في اثنين. وعمر ما فيش صوت اتكلمه. عمر المايك مفتوح بس ما فيش. سامعني كده ولا مش؟ انا سامعك. مسموع يا سيمو. مسموع يا سيمو. انا سامعني. طيب ولا سامعينك يا عمرو؟ سامعك كده مسموع. طيب تمام. خليني كده بس نبدا بحاجات سريعه كده تمام. عشان ايه؟ عشان استاذ شريف قال حاجه في وسط الكلام. مبدئيا كده قال ان اللي يسب النبي هناخده ونسجنه، وده كلام يعني غير صحيح، والناس ممكن ترجع كده ايه لكتاب الصارم المفلول يعني ايه على شاتم الرسول ابن تيميه. دي واحد. في بعد كده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. الحديث في البخاري حديث 3031، وفي مسلم 1801. تمام؟ دي كده حاجة. الحاجة الثانية بقى أنا عايز أفرق كده بين النوع الأول والرابع كده من أنواع المرتد اللي أستاذ شريف قالهم. يعني هو قال الأول بيحارب والثاني بيحارب، بس هل النوع الأول يستلزم الحرب بالسيف فقط؟ يعني في حرب بقى أن هو بيحارب وبينضم لصفوف المحاربين، ولا من يحارب بالكلمة أيضا يكون كده؟ والفكره بقى ان الحاجه الثانيه ان احنا نقول بقى ايه اقعد في بيتك وما تقولش ليه. هو انت مخلي دينك في بيتك؟ هو المسلم لما بيسافر اي بلد من بلاد بره بيخلي دينه في بيته؟ اما دي مشكله مع قيم المجتمع. هل انت بقى قيم المجتمع دي لما حد بيحاربها؟ انا ما فهمتهاش كده سيمو. انا فهمتها لان واحد هو الحد ما بينه وبين نفسه وما قالش وما عرفش حد. ما ايوه، ما هو ما قالش وما يعرفش حد، بس الراجل ده هيورث اولاده بالاسلام، وهيخضع لقوانين الاسلام، وهيفضل عايش ومش هيعرف يعلن عن. ففي حاجات كتيره جدا مش هيعرف يعملها. ليه؟ طيب انا افضل عايش بوشين؟ ده ذنبي مين ده؟ ليه اعمل كده؟ تمام. فكره بقى ان ليشن فولتير ده يتسجن، ده كلام اي كلام يعني. فانا الاستاذ شريف كده باين على من الدعوه ان هات لي دليل. فكره بقى ان احنا نساوي بين ان بني ادم بيتكلم في مذبحه حصلت لمجموعه من البشر بناء على دينهم او عرقهم، تمام، او ان احنا نتكلم عن ناس بيتكلموا عن السود في امريكا، يعني ده هو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا بنقدس الانسان ايا كان. فلما نيجي نتكلم عن مذبحه حصلت تمام وادت جمع من البشر، تمام، ده هو بقى ده بني ادم. ده اسمه خطاب كراهيه يا استاذ شريف. لازم تفرق كده بين خطاب الكراهيه، تمام، اللي بيوجه لمجموعه من البشر بناء على دينهم او لونهم او جنسهم او ميولهم الجنسيه وبيشكك في مأساتهم، ده كده اسمه خطاب كراهيه، تمام. فوضحت يا سيمو، دي كانت اخر نقطه صح؟ لا، في بس نقاط سريعه اخيره كده احنا بس يعني طب خلينا نمسكهم شويه شويه، تمام، يعني عشان برضو ايه. طيب يعني هل من سب الرسول يسجن يا استاذ شريف؟ ده سؤال مهم جدا. طيب احنا خلصنا من الحوار. اولا انا بس هو ده الحوار اللي هنتكلم فيه. انا دخلت في اوضه فالدنيا عشان الصوت، فالصوت واضح ولا لا؟ الصوت واضح. الصوت واضح. صوت مقفوله في الشارع. صوت دي حاجه كويسه وصوتك هايل. في صوت حلو. يا ريت انا قاعد اطلع عشان كده. اخر نقطه انا حطيت صوره بيها عشان بس فكره الدعايه المظلوميه والبكائيات بقى والكلام ده كله، ده تمام. واستاذ فرانكشتاين بيقول لك احنا نطلع المسلمين من تحت ونشوفهم بقى دول اول مره يسمعوا المرتدين. دي كده دراسه تمام بتبين ان 86% من المصريين تمام مؤمنين بحد الرده. شكرا. دي دراسه على بس اهي محطوطه ومحطوط المصدر بتاعها وكل حاجه. حبيبي قالوا لك الدراسه دي. انا مثلا ممكن اكون واحد مش شايف الكلام كويس او واحد ما بيقراش انجليزي مثلا. هبعتها لك حبيبي. بس يعني وضحها لي اتفضل. فرانكشتاين عارفها. فرانكشتاين ثانيه واحده. مبدئيا دي دراسه اتعملت سنه 2013 اسمها The World's Muslims Religion, Politics and Society، مسلمو العالم الدين والسياسه والمجتمع. الاستبيان كان على هل ترغب في تطبيق الشريعه الاسلاميه من وجهه نظرك
ولو حد قرأ الكلام اللي بالصغير بالإنجليش اللي موجود في الصورة بتاعت سيمو مكتوب اسمها يعني أنا حتى مش عارف أوضحها قوي among Muslims who say شريعة should be the law of the land يعني من الآخر مين من ضمن المسلمين شايف إن الشريعة يجب أن تطبق تم التدليس على طب وهي الشريعة دي مش من ضمنها حد رد يا أستاذ لا يا فندم مش من ضمنها حد رد يا فندم عشان بس أم حضرتك أم الأربع كده كده خليه يكمل يا سيدي بص الكذب ده يا أخوانا إيه الكذب ده ثانية واحدة يا جماعة ده تشريف هو مش ده تشريف حضرتك أنت قايل أربع أصناف للمرتد سيمو 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 ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة مبدئيا دكتور شريف فرانكشتاين بيتكلم وسيمو قطعه فاحنا نخلي فرانكشتاين يتكلم ده أولا ده تمام ثانيا يا سيمو أنت ما جبتش سيرة الشريعة أنت جبت سيرة حد الرد أنت اجتزأت من الشريعة حد الرد هو فرانكشتاين هيكمل لا ده هو الهيد لاين متغير لا الشريعة مش معناها كده يا فندم الشريعة مش معناها كده يعني مش عارف الهيد لاين متغير أصلا هنخلي فرانكشتاين يكمل هنخلي فرانكشتاين يكمل دي أصلا دي دراسة زي ما أنا ما قلت هوضح تاني دي دراسة اتعملت سنة 2013 اسمها The World's Muslims Religion, Politics and Society ودي كان الغرض منها هل يرغب المسلمون في تطبيق الشريعة الإسلامية ولا لا تمام هو عمل ايه بقى حتى لو حد قرا الفونت اللي هو الصغير اللي هو بالانجليش ده اللي تحت الهيدلاينز هيلاقي الكلام ده موجود ان مين من المسلمين شايف ان الشريعه يجب ان تطبق او ان هي تكون ذا لا اوف ذا لاند يعني القانون على الارض تمام هو بقى اللي حصل ايه حصل تدليس بتغيير الهيدلاين ومكتوب فيها ايه ثانيه واحده اقراه لك مكتوب ذا بينالتي اور لايك ديث بينالتي فور ليفينج اسلام يعني عقوبه القتل على من يعني هو ده مش جزء من شريعتك يا استاذ فرانكشتاين في نفس واستاذ شريف لسه مبينها خليكم مكتوب ان هي دراسه في نفس الصوره بالظبط بالخط الصغير مكتوب ان هي دراسه عن هل يرغب المسلمون في تطبيق شريعه مكتوبه بنفس الكلمه اس اتش اي ار اي اي تمام في على الارض ولا ان هي تكون ذا لا اوف ذا لاند ولا لا فده اسمه تدليس يا سيمو انت مدلس تمام شكرا هل بقى استاذ سليم قال كده من سب الرسول من سب الرسول يسجن من سب الرسول يسجن يا استاذ شريف ولا يقتل حبيبي من سب الرسول يسجن ولا يسجن ولا يقتل طب قولها مره ثالثه عشان ايوه من سب الرسول يقتل ولا يسجن عايز تقول حاجه ثاني قولها ثاني عشان خلاص يا جماعه احنا مش صغيرين يعني على الكلام ده اصل قاعد يقول كلام كتير قوي واحد الدراسه اللي قادر يا دكتور اسماعيل هاجي لك دلوقتي جايبها تدل على كذبك وتدليسك القصه بتتكلم على الشريعه مش على حد رد بالمناسبه اتكلمنا عن الدراسه دي قبل كده جميل فهذا كذب مفيش قصه حد الرد خالص فبيتلعبوا في الدراسات كمان بس شيء طبيعي واحد بيمشي تبع الدوله بتاعته فيعني الكذب هنا ينفع الكذب هنا ما يمشيش انا بمشي تبع ايه اللي يتجوز امي يقول له يا عمي تبع اي دوله ما عنديش اصلا معايير اخلاقيه فده شيء طبيعي واحد اتنين قولها بالصفه الشريف لماذا لا تنكح امك يعني بلاش معايير اخلاقيه قولها لماذا لا تنكح امك بتبقى اشياء الامر الثاني الموضوع الثاني اللي احنا هو ده اللي هنتكلم عليه الجهل بيتكلم جايب لي حديث بتاع صوت فاصل يا دكتور شريف بيشرح الحديث بقولك حركة الموضوع التاني جايب لي حديث ايه كان الصوت فاصل الحديث هو بقولك الحاجة التانية الامر التاني نقطة الجهل لما واحد يتكلم بجهل لما يجي يتكلم على قصة كعب بن الاشرف يقولك اسرقها من الحديث كذا وهيطلع منها حكم شرعي ما شاء الله انت عارف اللي بيطلع حكم شرعي من الحديث ده يبقى مجتهد يعني لازم الاول يبقى عارف يعني ايه الحديث ده راح فين واتقال ازاي وقصه كعب الاشرف كان ايه وهل هو كان مقاتل ولا ما كانش مقاتل وهل هو كان بيحرض الناس على القتل ولا كان هو لوحده ولا عشان هو شتم وبس الحوارات دي كلها يعني لازم حد يكون بتاع فقه يتكلم فيها الاول تكلم بمنتهى الشرح هنا ايه الصح يا دكتور شريف يعني كان ده غلط طبعا انا قلت الترتيب بتاع علينا ايه الصح بقى القصه هو كان مقاتل كان كعب الاشرف كان مقاتلا كان يقاتل الاسلام وكان بيجمع لقتال الاسلام وكان بيجمع الناس لقتال الاسلام فاللي بيقول فمعنى كده ان حضرتك ده اللي هو كعب يقاتل الاسلام فيقع تحت الحكم الاول ده بالظبط الحوار الحاجه الثانيه يا عم حديث ايه بس الله كلمك استنى بس على جنب لما نتكلم على حكم شرعي يا اخوانا لازم تجمع كل الاحاديث وكل الايات الموجوده عشان تعرف حكم شرعي فلازم تبقى دارس اصول الفقه ما تجيبش الحديث تاخد منه حكم شرعي مش حد بيعمل كده مش قاعدين احنا في السوق هات لي والنبي نص كيلو بتنجان على نص كيلو رومي ابن تيميه ده في السوق ماركت مش احنا حبيبي ابن تيميه هو انت كمان هتتكلم على ابن تيميه
يا فندم بفهم اصلا كلامه ايه وكلمه ايه اللي انت يعني انت عايز تقول لي انت بتقرا بتفهم كلام التيميه يا استاذ؟ طب ما حدش يقاطع يا جماعه، يعني مش عارف انا ايه ده يا اخوان يعني لازم ترجع للموضوع ثاني دكتور شريف. حبيبي يا ريس ما تقلقش، خلاص انا جاي لك ما تقلقش. جميل، فيبقى واحد الدراسه مكذوبه، وبعد كده ركز في اللي انت بتقوله. لا هي الدراسه مش مكذوبه، بس كمل كلامك. الدراسه مش مكذوبه والله. ما فيش حد. لو حد قاطع تاني يا جماعه، لو حد قاطع تاني اول مره اعمله ميوت، تاني مره هنزله. انا اسف، بلاش تجليز. كان في الفقه، استنى يا استاذ اكسندر الله يكرمك. الحاجه الثانيه، الامر الثاني، موضوع الفقه، لما تتكلم في فقه اعرف اصلا كيفيه الجمع بين النصوص. مش حديث اجري اخد منه حكم شرعي، ده زي ما قلت لحضرتك احنا مش قاعدين في السوبر ماركت. انا بجيب كل الاحاديث الموجوده بعد الجمع، وبعد كده الترجيح، وبعد كده النسخ، عشان اخد حكم شرعي في الاول في الاخر. مش بالمنظر انت بتقول جبت حديث من هنا وجبت حديث من هنا، خضينا احنا كده خفتنا كده. جميل، وحتى في القانون لو انت مش عاجبك، يعني القانون في حاجه اسمها القواعد الامانه، فانا برجع قواعد الصوت بيقطع دكتور شريف بعد في الفلسفه كده. كويس، طيب كده كويس، يعني خليك قريب من الراوتر يعني. طب انا كده كويس. طيب، فيبقى حتى في القانون في حاجه اسمها قواعد الامانه، قواعد غير الامانه برضه، بطريقه الجمع والترجيح والنسخ، الثلاث قواعد دي. فما تروحش تجري تجيب لي حكم من يسب الرسول. ايه يا استاذ شريف؟ ما تفسحنيش، ما تفسحنيش، ارجوك ما تفسحنيش. ما هو بيجاوبك يا سيدي، اسمعوا عشان تفهم. انا بتكلم، كلمت الاول على الدراسه، كلمت المره نمره 2 على موضوع الاحكام، حكم اللي انت جايب كلام بتاع كعب الاشراف والكلام ده كله، بتقول الكلام ده والكلام ده كله يعني مراجيح، وكلامك طلع غلط ومنظرك مش حلو. ده تاني موضوع. الموضوع طيب الدراسه، الناس تقرب الصوره وهتلاقي بعد الدراسه بيرسن مكذوبه يا حبيبي. هو فيفر والله ما فيها حد رد، والله ما في حد رد والله. في الدراسه عندنا كلها اترجمها لك كلها، بقول لك احنا اتكلمنا عليها حبيبي من زمان. ده كان برضو واحد جه في اول كلاب هاوس قاعد يقول بصوا الدراسه بحد الرده. لا حضرتك الشريعه مش حد الرده، وانت بتقول اصل هي لسه قايل دلوقتي هي مش الرده من الشريعه. لا حضرتك انت ما تعرفش يعني هل هو حد ولا تعزير، وده حوار في الفقهاء. جميل، فده الموضوع الاول. الموضوع الثاني موضوع كعب الاشراف، قلنا ازاي لما تدرس الاول اصول فقه وتعرف الفرق بين الجمع والترجيح والجمع والترجيح والنسخ والشروط الثلاثه بتاعت كل واحده فيهم، هتعرف ازاي انت ما تاخدش حديث وتجري بيه، او تاخد ايه وتجري بيه من غير ما تاخد حكم شرعي كامل من كل الايات ومن كل الاحاديث. فده يدل على واحد بيتكلم في موضوع هو جاهل بيه، بس ده الحوار. ده الموضوع الثاني. الموضوع اللي الدول الحريات وموضوع فولتير والكلام ده، حرك فولتير من ضمن الحاجات اللي بتحكم عليها في باريس. ليه؟ مش فولتير كشخص، بتكلم على العلمانية التي يقول مقدم. بالمناسبة عند فرنسا اسمها اللائكية مش العلمانية، مش بالانجليزي، باللغة بتاعته. اللي اي حد يقرب من قيم المجتمع الفرنسي بيتحكم، من ضمنها الكلام بتاع اسمه ايه، بتاع جان جاك روسو، كلام مونتسيكو، وكلام فولتير، الثلاثه الكبار بتوعهم، عشان بس حضرتك تعرف القصه بتاعتهم. فبيتكلم اللي بيتكلم بيقرب منها بيتحاكم بيخش السجن. ولسه واحد في العيد اللي فات، اتنين ائمه لمجرد قروا بس سلطه الاحساب قروها دخلوا السجن. واظن حضرتك يعني ماكرون ارجع كده بيعمل ايه، وبيعمل لن نقبل باي حد يغير قيم قيم المجتمعية العليا اللي تقدم الإجابة برضه يا دكتور شريف، عشان عايزين نروح لحد تاني. الثلاث مفكرين كبار، ده الموضوع الثالث. فحضرتك ده يا ريت ترجع للحوار ده. الموضوع الرابع، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سبا يسب النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الوضوح، وبيسب النبي عليه السلام، مش بيناقش. لو بيناقش ده موضوع، سب النبي صلى الله عليه وسلم زي سب ابويا، زي سب اي حد، مش هسيبه. بس عند النبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي، يقتل. شكرا يا استاذ شريف، شكرا يا استاذ شريف، شكرا. اكمل الحوار. فالمهم يقتل. طيب لو هو مش فاهم ومش عارف، زي ما قلت لك هيبقى الحكم الثالث، لانه مش عارف مش فاهم الموضوع. من 10 دقائق يسجن. لا يا فندم، بنتكلم على الرده غير الزندقه، انت مش عارف. لا لا لا، انت قلت نصا، انت قلت نصا حبيبي الرده غير الزندقه حبيبي. لا
انت قلت اصلا الرده. انا قلت قبل ما نتكلم في حكم الرده يا استاذ شريف حبيبي. قلت لا يا بابا لا يا راجل الرسول هزلنا. لا ما حصلش. انا فرق ما هو ده الحوار ده جهل برضو. الفرق بين الزندقه الرده. يعني انا دلوقتي يا استاذ شريف لو انا سميت الرسول دلوقتي بعد ما عرفت الحكم ده تقتلني عليه الصلاه والسلام. هدي اعصابك استاذ شريف. خلصنا ردينا حضرتك. استاذ شريف انا دلوقتي بعد يا حبيبي استنى هو انت قاعد تكلم خلاص استنى. احنا دلوقتي اتكلمنا على موضوع الحريات الاربع نقط اللي فاتوا الحريات وموضوع حقوق الانسان وموضوع اللي انا ماشي مع الدوله في كل حته كل الكلام ده طلع مراجيح وكلام فارغ ملوش اي لازمه. وبعد كده حد الرد انت عايش اصلا احكام حد الرد ايه. وبعد كده الدراسه وطلعت الدراسه كلها مدلسه. وبعد كده سالت سؤال جديد عشان هتحرجني مثلا وانا خايف ولا حاجه. لا حضرتك ما بتحرجش. بتكلم فرق بين الزندقه والرده فما تحطش الاثنين جنب بعضهم. الزندقه ده الزندقه الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم مش المرتد اللي بيعمل رده ثانيه من نوع اخر اللي هو عنده شبهات الاربع تقسيمات. وانت لما قلت لي الفرق بين الاولاني والرابع قلت لك الفرق بينهم وقلت لك الحكم الشرعي بتاع عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ما كانش بيتكلم على سب الرسول بيتكلم على الرده. والحديث مصنف ابن عبد الرزق في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم بيسب وهو قاصد وبيسيء للناس القتل. المفروض اللي انا افهمه الاول انت فاهم انت عملت ايه؟ لانه مش فاهم هو بيعمل ايه؟ لا هو قاصد ده او بيعمل الكلام ده ومصر عندنا حد الحكم بتاع عشان نوصل تحديدا شبه اجماع عند كل الفقهاء انه يقتل له اساءه الى النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي انا اقبلها شتيمه مباشره. ده الحوار. شكرا يا استاذ. صح عادي. شكرا لله. اللي يسب واحد بقى من 1400 سنه يتكلم. أيوه. ده موضوع عادي جدا. لا حركة لا حركة مع نفسك. هو مش واحد يا سيمو. هو مش لا معلش مش اي حد. شكرا حضرتك. ده طيب خلينا اسمعنا خلاص الاجابه واسمعنا الكلام ثاني يا سيمو. بس يا عمرو فكره ان انت كذاب وتدليس وانا حاطط الصوره وعمال ادلل وكيل الارقام بتاعتك. انا حابب اشكرك دي اخر مداخله ليا. انا حابب اشكرك جدا تمام. فانا يعني انا واحد من يعني انا اعتقد ان انا واصدقاء ليا كتير يعني من شاتم الرسول. فانا مش هقعد مع حد شايف ان انا المفروض اتقتل بصراحه. بس انا مستمتع جدا بالنقاش يا عمرو وشكرا ليك جدا على هذه. تمام شكرا ليك جدا يا عمرو على 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 استضافتك. طب انا هسالك بقى اخر سؤال قبل ما تمشي اللي انت ممكن. طب اتفضل يا عمرو اتفضل. انت ليه تشتم الرسول؟ ليه زي ما وليه حرق المصحف وليه حرق المصحف وليه حرق. طيب ماشي حاضر. ليه تشتم يعني ليه ثانيه واحده يا جماعه. انا بتكلم يا جماعه. هو انا بتكلم عندي لسان وهو الراجل عنده لسان وبيرد. اجاوبك يا عمرو. حاضر يا عم. بص يا عم. ليه مثلا يبقى انت الاتيتيود بتاعك ان انت بتعادي مليار ونص بني ادم وبتشتم وبتسب معتقدهم وتحرق كتابهم تحت مسمى ان دي حريه؟ اولا بص يا عمرو عشان بس الكلام يتقال تمام. السياق بتاع فكره حرق المصحف ده انا كنت قاعد مع يعني 25 واحد من اصدقائي كده في روم وبنحتفل بعيد ميلادي وبنهزر وبنضحك وبنعمل كل حاجه وبيتقال هنقعد عشان صح وبتسب الايد على فرانكشتاين. ممكن اكمل تمام. فلما يتقال لي مثلا احنا هنعمل كذا بقول لهم لا انا هولع في المصحف. انا ما قلتش انا قمت وحرقت وما عملتش كده تمام. فانا ما قمتش. ليه كلمه زي دي تتقال؟ اسمعني بس يعني ليه اسمعني يا عمرو اعتبرها يا عمرو كلمه في سياق ان احنا بنهزر تمام. ليه بهزر؟ عشان انا بالنسبه لي هذا الكتاب مش مقدس. اعتبرني قلت اللي انا قايمه ولا هولع 29 صفحه من كتاب اصل الانواع عادي جدا. حد مش هتلاقي مش هتلاقي حد غلط يا سيم. قياس غلط. اسمعني بص يا عمرو بالنسبه لك هذا الكتاب مقدس تمام. من مليار ونص من 8 مليار تمام. هم مليار ونص اللي بيقدسوه بقى 8 مليار. ليه بقى تسب الرسول؟ اسمعني بس فكره انا اجي لك حالا دكتور اسماعيل. فكره ان حد يجي يقول لي في كلمه ايا كانت هذه الكلمه تمام. ما دام الكلمه دي لا تحرض على عنف ولا تحث على ارهاب ان هذه الكلمه جزاءها القتل فانا هعملها واقتلني يلا. لما تقول لي ان هذه الكلمه طب انت اوريدي عم ما انا هقول لك اسمعني بس يا عم. انا لما هيبقى في رئيس يجي ويكون ظالم او بيضطهد مجموعه من الناس او بيعمل اي حاجه انا من حقي انزل دلوقتي اقول فاك بايدن. من حقي اعمل كده. انا من حقنا عشان هذا الشخص تمام علينا يا سيدي. من حقنا ذلك. شكرا انا ما بوجهش اهانه لاي شخص ذلك. طيب. شكرا جزيلا يا سيمو. عشان ثانيه واحده يا جماعه ثانيه. طيب سيمو هقول لك حاجه. سيمو لا خلاص اصل انت سيمو هقول لك نقطه اخيره. انا هقول لك حاجه. انا كمان بتكلم على بايدن. انا هقول لك حاجه. ده
فان انت تيجي انا انا عملت كده معاك يا عمرو. اما انت تيجي تقول لي انا بحترم، انا بحترم النقاش اللي انا فيه يا عمرو، بحترم المكان. ما انت دلوقتي كده احترمتوش، لما انت تيجي تقول لي انا هعمل ده يبقى انت كده مش بتحترم النقاش، مش بتحترم بص يا عمرو، انا احترم عمرو واحترم حريته في ممارسه عقيدته وشريعته واعتقاده ما يشاء. وصدقني ولو المليار و500 بني ادم بالنسبه له احسن انك تحترم دينه واحسن انك تحترمه هو شخصيا. اسمعني بس، ولو لا دي تبقى مشكلته هو يا عمرو، دي مش مشكلته انا. لا دي ولو مشكلة عمرو بنفسه، لا لو عمرو اي حد عنده دين كده، عمرو تم اضطهاده في اي مكان ما عشان هو مسلم وعشان هو بيمارس شريعته او هو بيصلي او هو بيعمل اي حاجه، ساكون اول المدافعين عنه. تمام، كون بقى يا عمرو، كون بقى يا عمرو، هل مثلا، هل مثلا المسلمين مثلا ما بيذبحوش بقر مثلا؟ طب ما في ناس هندوسه يا جدعان. اه بس ما خدش البقر ومريح دفعها بدبحها في الهند. ما انا ماشي، جميل، يبقى جميل، يبقى انا احترمتك قدامك يا عمرو، بس انا في المساحه الخاصه اعمل اللي انا عايزه. ما ده اللي انا بقوله لك، انا ما جيتش قدامك وثبت الرسول. ما هو انت مش بتعمل كده في مساحتك الخاصه سيمو، انت بتعمل كده في اسم رومز. ما انت بتعمل كده في على الملأ في الحج، وبتروح تذبح البقر يا عمرو، انت مش بعد ما بتتحلل من الاحرام بتضحي يا عمرو؟ بضحي في ديني، في بلدي، جميل، في بلد اسلام. جميل، وانا بعد يا عمرو، وانا بعمل كده يا عمرو مع ناس من اصدقاء ليا، الناس اللي بتقول المتاذيه من اسم الروم او المتاذيه من النقاش ما تدخلش. وانا ليا اصدقاء مسلمين، وليا اصدقاء مسلمين شايفين ان دي حريه حتى وهم بيتاذوا منها، لان الحريه مش ان انت تقبل الحاجه اللي انت تبسطك بس، لا، الحريه انك تقبل يا اي حد يعمل اي حاجه ما لم يحرض هذا يدافع. شكرا يا سيمو جزيلا، شكرا يا سيمو جزيلا. طيب يا جماعه دلوقتي عن بقره، هذا شبيه بالابقار، هذا يدافع عن بقره، فاترك عنه. خلاص، شكرا جزيلا، شكرا. خالد خلاص يا خالد، انا مش عايز تجاوب. عايز مداخله اخيره عمرو. هنروح لدكتور، هنروح للاستاذ اسماعيل، هنروح 10 ثواني بس. هنروح للثواني 10 ثواني بس. بص يا جماعه، انتوا احنا اتكلمنا كتير وفي ناس لسه ما اتكلمتش خالص. هم علينا الناس دي تتكلم. والله 10 ثواني يا جماعه، 10 ثواني بس. بس اسال دكتور شريف على حاجه سمعتها، عايز اتاكد سمعتها صح ولا غلط. بس لا، ما في، بص، في كده 10 بيتكلم. بعد اذنك يا عمرو، انا مطالب 10 ثواني، والله ما طالب اكتر من كده. بعد اذنك 10 ثواني على الساعه، اتفضل يا عم. ماشي، اولا اللي عمله سيمو في اخر كلامه لما قال انا دافع عن اي حد، ده اسمه مغالطه التوسل بالنفاق، لان هو في الاول قال ان هو بيحارب الدين وهيفضل يحاربه، ده اول حاجه، فما يغرناش الكلام اللي هو قاله في الاخر. ثانيا اللي هو اللي حصل ده كله لما بان تدليس وابتدى يقول ان انا هو هيشتم ومن هو من سباب الرسول وهيسب حتى الانجيل، دي حاجه احنا نرفضها كمسلمين. ده اكبر كشف للوجه القبيح للالحاد، احنا لو كنا حاولنا نكشفه بالطريقه دي ما كناش نجحنا فيه. ده كشف صريح للوجه القبيح للالحاد. بس شكرا اسماعيل، اتفضل يا استاذ اسماعيل. سمعت حاجه من دكتور شريف، عايز بس اتاكد سمعت صح ولا غلط. ما انت اتاكد منها، بس هديك دور يا بوتر. بس انا لا لا، حاجه سريعه. هو دكتور شريف انت استشهدت بالمظهر الظاهري. انت حبيبي يا بوت، انت لما تساله هيبقى هو لسه عايز يرد، فكده برضو ايه لا، بس هو استشهد بحاجه، فانا عايز استشهد بقى صح ولا غلط. هنرجع له ثانيه واحده. اليكس برضو هو استاذ اسماعيل عايز يتكلم، وعايز يتكلم بقى له كتير، فنحترم الدور ونحترم الناس. انا عايز 10 ثواني بس. مساء الخير يا جماعه. يا اليكس خلاص بقى يا جماعه، مش كل واحد يقول لي 10 ثواني، معلش خليه يتكلم. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ازيك يا استاذ عمرو؟ ازي حضرتك؟ اتفضل. الناس بتقول لي، بتتهمني ان بالي طويل قوي، بس لما حضرت غرفتك النهاردة عرفت ان انت بالك اطول مني 10 مرات يا سيدي. الله يخليك. نمرة واحد، انا يا جماعة ضد الشتم. ليه؟ لان انا راجل علماني ليبرالي، بسعى لإقامة تعايش. التعايش ما ينفعش مع الشتم، ده أولا. نمرة اتنين، أنا هنا سمعت العجب. أنا سمعت إن في 3-4 أنواع لحكم الردة. القرآن ما فيهوش، السنة في حديث، بعد كده دي أقوال بشر. وإحنا عارفين كويس قوي إن المرجعية الدينية، أي مرجعية دينية مش إسلام بس، متعددة الأقوال والمذاهب،
يعني الشريعة الإسلامية فيها من قولين إلى 17 قول في المسألة الواحدة. فلما نفتح الباب نقول لا تعالوا بقى ده حكم الردة فيه 3 4 5 أنواع، أنا حقول 6 أنواع، واحد تاني حيقول 7 أنواع، ونفتحها ونستبيح حريات الناس وأعمارهم وحيواتهم عشان الحاكم هيختار أنهي نوع من أنواع حكم الردة ويطبقه. بس هو دكتور إسماعيل برضو عشان أوضح حاجة وحضرتك بتتكلم عشان تعرف نكمل مع بعض وأنا بقى فاهم، الأربع أنواع حسب ما أنا فهمت هي مش اختيارية، هي كل كيس أو كل مش عارف كيس يعني بالعربي، يعني كل حالة كل نوع كل حالة كل حالة ليها الحكم بتاعها يا أستاذ مش عمر. حسب اختيار الحاكم يا أستاذ عمر يا أستاذ عمر الرسول القرآن لم يقل هذا، الرسول لم يقل هذا، هي أقوال بشر، بشر ما بيشتغلوش حاجة عند ربنا، ربنا ما عندوش مدير عام ولا وكيل وزارة ولا موظفين، ربنا ما قالش الرسول ما قالش. نيجي بقى لأحكام البشر نقول 3 أنواع، طب ما أنا ممكن أقول لك 4 أنواع، واحد تاني يطلع يقول لك 5 أنواع و6 أنواع، ما احنا كلنا بشر، وكانوا رجال ونحن رجال، ونحكم أقوال البشر في رقاب الناس. الله الله، يعني زائد إن الحالات يا أستاذ عمر ما بتكونش حالات دقيقة يعني محصورة في مكان، هذا شتم ولم يدعو، هذا شتم وقعد في بيته، هذا شتم بر بيته، هذا شتم أمام شهود، هذا شتم يا أستاذ عمر، هذه محاكم تفتيش تنصب باسم الإسلام، تسيء إلى الإسلام، تكفر الناس في الإسلام، تستبيح حياة البشر باسم الإسلام، والمصلحة مين؟ ياريت لمصلحة المشايخ، ياريت لمصلحة الفقهاء، ولكن لمصلحة الحاكم اللي بيستخدمهم فزاعة عشان يفضل قاعد في السلطة. الأنظمة العربية المستبدة بتقول لنا، سمعين بيقولوا إيه؟ لو أنا مشيت هيعملوا فيكوا كده، عشان كده هو بيفضل قاعد، والأقليات بتساعده والأغلبية الخايفة بتساعده، خوف الشعوب تفضل تحكمها إلى الأبد. يا أستاذ عمر الفاشية اللي أنا سمعتها النهاردة باسم الإسلام عار، 4 أنواع لحكم الرد، الله 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 الله. طب ما أنا ممكن أقول لك 5 أنواع، والفقيه التاني يقول لك 6 أنواع، وبعدين دي كلها فشية ومحاكم تفتيش باسم الإسلام والمصلحة الحاكم اللي بنشتغل عنده فزاعة، وإحنا عارفين إن إحنا بنشتغل خدمين عنده عشان يفضل قاعد، ولأن إحنا بنخوف الناس، بنخوف الناس مننا، لو شلتوا الحاكم ده إحنا هنيجي ونذبحكوا، احنا عملاء ولا ايه؟ خونة ولا ايه؟ احنا دي نقطة تانية خالص يا دكتور اسماعيل. ايوه ما انا بقول لك يا استاذ عمر، الفاشية ثانية تستخدم، دقيقة يا استاذ خالد، الفاشية تستخدم بواسطة الانظمة يا استاذ عمر. وضحت يا دكتور اسماعيل، شكرا جزيلا. مبدئيا يا جماعة انا هقول نقطتين قبل ما هدي المايك لحد لو عايز يرد. أول نقطة، أنا في جالي اسم حد إن هو عامل لكذا حد بلوك، فلو في حد من الروم عامل لحد بلوك بعد إذنك شيل بلوك أو نزل نفسك وأنا هرجع أطلعك تاني عشان ما نزلش حد، مش حابب يبدأ أسلوبي. النقطة التانية، خلونا يا جماعة كلنا ناخد ثانية نستغفر ربنا نصلي على النبي، لو حد فينا كان أساء لدينه أو طلع منه حاجة غلط من غير ما ياخد باله، في سرنا كده نصلي على النبي ونستغفر ربنا، استغفر الله العظيم لو انا حتى عملت حاجه غلط يعني.
تفضل يا استاذ خالد او استاذ شريف او فرانكشتاين لو حد فيكم. طيب. انا بس عاوز اكلم الرد الاول. طبعا استاذ اسماعيل يعني لينا حوارات معاه كتير قبل كده، وهو يعني مش غريب اللي هو يسمي الاسلام او احكام الاسلام فاشيه او يشتمهم. هو قبل كده اصلا انكر اللي الانبياء قصته. يا عمرو ايوه فاشيه، قلت عليه فاشيه. انا قلت كلامك هو الفاشيه، لا الرده. حكم الرده ده اربع انواع وخمس انواع دي فاشيه. ده ابو بكر اللي عمل الرد. ربنا ما قالش اربع انواع والنبي ما قالش. طب يا ابو بكر حبيبي، يا ابو بكر ابو بكر فاشي. هو بص يا دكتور اسماعيل، هو دلوقتي عشان برضه نوضح لبعض، ابو بكر وعمر فاشيين يعني النبي ربنا يستر يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ويجي بعد 1400 سنه تقول عليه فاشي؟ لو احسن تقول عليه فاشي يا اخي، اتق الله تقول عليه فاشي يا اخوانا، الله يكرمك تقول عليه فاشي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ 130 الف صحابي قاتلوا اصفوا بالفاشيه كده، مفيش كلام يا اخويا، لانه انسان يا استاذ عمرو كده مفيش كلام. طيب دكتور اسماعيل، كده فاشيه مجرم، فاشيه ده يعني مجرم. استاذ اسماعيل شايف يعني فاشيه عامل ايه؟ فاشيه مجرم، مجرم يعني الصحابه مجرمين. يا دكتور شايف عايز ندير، فاهم؟ سيبني ادير بعد اذن حضرتك يا استاذ اسماعيل. استاذ اسماعيل، احنا بنتكلم قدام الناس يا استاذ عمرو، هل نقدس الاشخاص كمان؟ استاذ اسماعيل حضرتك سامعني يا فندم؟ شكرا يا فندم. ايوه يا عمرو دلوقتي يا فندم. شكرا. دلوقتي حضرتك سالت سؤال او طرحت اطروحه او عرضت فكره، فخلي اللي حابب يرد يرد. هو دلوقتي لا، بس هو بيقول ان انا شتمت الاسلام، شتمت المسلمين كلهم. هوضح لك برضه، شتمت المسلمين هوضح لك برضه. ايه اللي شتمت الصحابه كلهم؟ ايه الجراءه اللي انت فيها يا استاذ شريف؟ يا استاذ، يا دكتور شريف ويا دكتور اسماعيل، انا هعمل ميوت بعد اذنكم، هوضح وهنكمل. دلوقتي لما هو رد قال الحكم ده ابو بكر اللي قاله، فحضرتك قمت قايل مكمل او ابو بكر كده فاش، او ده اللي انا فهمته ان هو يخطئ يعني، فانت شايف كده صح؟ انا فهمت صح؟ انا ما قلتش ابو بكر فاشي، هو قلت ايوه فاشي. هو بيقول لي الصحابه فاشي يعني مجرم، فاشيه مجرمه كان مجرم، كان بيقتلوا الاطفال. انت مش عارف يعني خليه يرد، خليه يرد. قلت احنا ما عندناش مقدسين، احنا لا نقدس البشر. يعني بالنسبه لحضرتك يا استاذ اسماعيل الصحابه ابو بكر وعمر فاشيين يا استاذ؟ ده السؤال. فاشيين عمر وابو بكر ما قالوش اربع انواع. طب شكرا شكرا بقى، اقفل البتاع واسكت بقى، يعني ده حاجه غريبه جدا. لا. انا بتكلم ايوه بتكلم معاك كده كويس. اللي يقول على على الرد حد الرد فاشي يعني الصحابه ال 130 الف صحابي مجرمين، خليه يحترم نفسه ويتكلم صحابه محترمه. لا هذه التجاره، لا بلا تجاره بلا تجاره بلا تجاره بلا تجاره بلا تجاره. ايوه يا حبيبي ده ابو بكر وعمر والصحابه، ما تقالش عليهم فاشيين يا استاذ. الفاشيين كانوا بيقتلوا الاطفال. لا انت مش عارف الاصل بتاعهم. لا يا حبيبي حد الرده ده اللي عمله ابو بكر حبيبي، حد الرده اللي عمله ابو بكر والصحابه. يعني هي كده بقت، وابو بكر بيجي له الوحي من عند ربنا. انت يعني دي تقول عليه فاشي يا بني ادم؟ الافراد تقول عليه فاشي؟ انت بتقدس، تقول عليه فاشي، تقول عليه مجرم يا استاذ؟ سؤال ثانيه واحده يا دكتور شريف، انا عملت لك ميوت يا استاذ اسماعيل. نقطة ومن أول السطر، هل حضرتك قلت أبو بكر فاشي؟ هل ده هو ده اللي أنا ما قلتش أبو بكر اللي عمل حد الرد الصح؟ أبو بكر إنسان يصيب ويخطئ زي ما سيدنا نوح، ونحن لا نقدس البشر زي لما أنت قلت إن سيدنا نوح أخطأ. طيب يعني أنت بالنسبة لك، ثانية واحدة ثانية، أبو بكر بالنسبة لك فاشي؟ أبو بكر يصيب ويخطئ، وإن أخطأ نقول أخطأ. يا فندم يا فندم ريحني ريحني حبيبي، بس ممكن تريحني؟ نعم. يعني إجابة أه أو لا، أبو بكر فاشي؟ أنا ما قلتش فاشي، ولكني قلت حد الردة فاشي، أعتبره مخطئ في حروب منيع الزكاة. حبيبي حبيبي مخطئ غير مجرم. اللي عمل حد الردة، أنت قلت اللي عمل، أنا سمعت فاشية، واللي عمل حد الردة ده فاشي. أنا قلت يعني ربنا تمام يا حبيبي. الله يكرمك. ثواني بقى، هنتكلم على موضوع تاني بعد اذنك. شكرا جزاك الله خيرا. أنا بتكلم أهو السؤال وهقول عليه. شكرا جزاك الله خيرا، سيبنا نتكلم بقى. إيه ده؟ اللي انا عاوز اقوله يا اخوانا بمنتهى الوضوح، اللي حد الرد ده مش من عندي، مش من عند بشر. حد الرد من عند يا عم اسكت شويه يا عم، يا عم اسكت يا عم شريف، اسكت شويه. طيب بتسكت شويه؟ عاوز اكمل كلام يا استاذ اسماعيل برضه، انت مش سايبه يكمل. ده قاعد يقول له عند بشر، عند بشر. قول لها خلاص سمعناها. بص يا صلي على النبي كده واهدى واتفضل رد. اصل اي كلام وخلاص. انت صلي على النبي واهدى واتفضل حضرتك رد. انت رائع، انت رائع. يلا صلي على النبي واهدى واتفضل رد.
المهم الموضوع بتاع حد الردة ده حضرتك، احنا عندنا احكام الله ورسوله جميل، وكتاب الله وكتاب الله وسنه رسول صلى الله عليه وسلم. طب استاذ اسماعيل حضرتك اوريدي عرضت وانا مش حابب اعمل حركه يوتيوب. انا متشكر يا عمرو وممكن وانا مش عايز اقاطع، بس فين اربع انواع الرسول قالهم او الرسول او ربنا قالهم؟ ما هو بيشرح، ما هو بيشرح، هو بيشرح، هو بيشرح. خلاص هترد تاني؟ هتقول تاني؟ خليه يقولها ثلاث مرات ورا بعض، يمكن هعملها تعويذه. اتفضل قول التعويذه تاني يا فندم، مش هتكلم لما يقولها تاني، يقولها تاني. اتفضل حضرتك يا استاذ شريف، ما تضايقنيش انا بعد اذنك. ده ايه الناس دي؟ طيب صلي على النبي، اتفضل. عليه الصلاه والسلام. هو ناس زي اي ناس، اهدى. لا والله ناس عجيبه، بتتكلم في اي موضوع مش بتاعها، واحد ما يعرفش اي حاجه وجاي يتكلم. قال لا والله هو اللي اي حاجه كده، مش عايزين نقلبها خناقه يعني. ده كده اسلوب عدائي. انت اللي بتدلس على الناس. لا مش عدائي يا فندم، باربع انواع وخمس انواع. انا هقفل الروم يا جدعان والله، لو الموضوع فضل كده. لا بس لا، ما ينفعش يقول لي عليه دلس. طب ما انت بتقول له برضه ايه الناس دي؟ وانت قلت اي كلام دي؟ اي كلام؟ ما بقول اي كلام ولا كلام ولا كلام ولا كلام ولا اصول ولا اي حاجه ولا اي حاجه، اي كلام وخلاص، اي كلام. طب دكتور شريف حضرتك ترد على الموضوع نفسه ولا لا؟ هنرد ده فندم، بس هو بيقول اي كلام وخلاص. المهم يا سيدي، فاللي بيحصل ايه؟ احنا عندنا احكام، احكام الرده اللي عملها، اللي عملها الصحابه 130 الف صحابي. ان شاء الله 190 الف ما يلزمونيش. ما يلزمكش يا عم، ده انا بتكلم على المسلمين يا عم الحاج، انا بتكلم على المسلمين. المسلمين بيحترموا، بيحترموا الصحابه. مش عارف انت بتقول انا مسلم ازاي ما بتحترمش الصحابه؟ مش عارف يعني. يؤخذ منهم يا عم. مين انت؟ مين انت يا اخي؟ مترد انت مين يا ابني؟ دكتور شريف انت تحط نفسك جنب عمر وبكر والناس دي، ايه الناس دي؟ ثانيه واحده، ثانيه واحده. مين انت اصلا؟ مين ده يا عم؟ العب على نفسك يا عم، الله يكرمك. ثانيه واحده يا دكتور اسماعيل. دلوقتي الراجل بيحاول يرد بقاله تقريبا 3 دقايق. لو حضرتك يا فندم قطعت تاني، انا هنزل حضرتك لحد ما يخلص واطلعك تاني. والله يا استاذ عمرو انا مش عايز اقطع، بس يا جماعه شكرا يا فندم. اهدى يا عم، اهدى يا عم، سيبه يرد. اتفضل يا استاذ. طب خليها اقول كلمتين، هقولها تاني عشان التعويذه. بيقولها ثلاث مرات. انا كده هنزل امشي انا من الروم والله. بقول لك ثلاث مرات، بقول لك لازم يقول ثلاث مرات. طب يا عم يا استاذ شريف جاوب. جميل. الموضوع يا فندم بمنتهى الوضوح، احنا عندنا 130 الف صحابي، هم اكثر ناس فهموا عن الله ورسوله. عندنا حاجة اسمها الإجماع، أن يجمع الصحابة على أمر، فكلهم أجمعوا على ذلك. ربنا من فوق سبع سماوات قال على الصحابة دولت رضي الله عنهم ورضوا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وربنا سبحانه وتعالى لما كان بيتكلم على الصحابة قال أكثر من 20 موضع فيها رضا عن هؤلاء الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من حوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. فهم كلهم أجمعوا، عندنا إجماع من الصحابة على هذا الفعل، على قتال المرتدين، وقتلوا جميعا. حتى عمر بن الخطاب لما كان عنده في الأول إشكالية ثم وضح له أبو بكر فاتضحت له، ثم أكمل الحرب وحارب مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وأجمعت الأمة جميعا. حدود الردة دي من أيام سيدنا أبو بكر. فأنا بقول ده الصحابة يا أخوان، وعندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل الصحابة 130 ألف صحابي، والتابعين كلهم، وأئمة الدين كلهم يعني الملكية والشافعية والحنابلة، كل الناس دي كلها استنبطت هذه الأحكام. اللي عندها حاجة اسمها الاستنباط، استنبط الحكم الشرعي. واستنباط الحكم الشرعي ليه أدلة وليه علم اسمه علم أصول الفقه لوحده. جميل. لازم يكون فاهم فيه عشان يقدر يستنبط، مش مجرد واحد يقول أصلا هقول خمسة وده يقول ستة. إيه الكلام ده؟ انت بتقيس عليا؟ احنا قاعدين في استاد، وازاي بيفكر الناس كده ويتكلم في قضيه شرعيه هو مش فاهم اصلا يعني ايه استنباط؟ مش عارف ازاي يستنبط الحكم الشرعي، مش عارف ازاي ايه الاحكام الشرعيه الثابته، وما يعرفش يعني ايه اجماع صحابه، وما يعرفش يعني ايه اجماع الصحابه اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عدلهم، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وحكى عنهم ربنا سبحانه وتعالى وفضلهم على العالمين، واجمعوا الصحابه على ذلك. ففي الاخر بعد 14 قرن واحد جاي يقول عن نفسه انا علماني وشايف كله أخذ منه ورد، إيه هو اللي هيقول أحكام شرعية كمان وهيفهم القرآن والسنة؟ هو اللي هيفهم القرآن والسنة وعمر وبكر مش هيفهموه؟ يعني إزاي العقل ده؟
موضوع بقى اللي هم موضوع اللي هم اربعه حركه عشان ما يعرفش بس مش واخد باله. احنا عندنا بناخد حكم شرعي حضرتك في حكم الرده مثلا، حكم الصلاه، حكم الصيام، بناخد كل الايات بتاعه الصيام، كل الاحاديث بتاعه الصيام، كل الاحكام اللي اتقالت في الصيام، وبعد كده نطلع منها حكم شرعي. فنقول حكم شرعي فيه كذا وكذا 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 وكذا، ما بيبقاش الدليل في حديث واحد او في حديثين او في ثلاثه. فحضرتك لما يجي يتكلم نقسمهم اربعه ليها استدلال، لان الشخص التاني ده اللي هو النوع التاني ده واحد اصلا ما نعرفش عنه حاجه، هتقيم علي دليل اصلا الردة ازاي؟ يعني هعرف منين اللي هو ارتد وهو بيعدي على الناس؟ ففي دليل عن كده. وعلى فكره بالمناسبه الحوار ده هو اتقال قبل كده، وكلمت برضه بنفس الطريقه، واحد قال لي ايه استدلالك، جبت الكلام ده منين؟ جبت له الاربع كل قصه جت الحديث بتاعها ازاي، كل قصه الحديث بتاعها ازاي، كل قصه الحديث بتاعها ازاي، والادله بتاعتهم ازاي. فيعني الموضوع الادله موجوده والاستنباط موجود والعلماء كلهم موجودين. الامر الثاني لما واحد يقول لي يتكلم عن الاسلام وبكام الحدود، اللي الحدود مش انا اول امبارح جايبها، الحدود زي ما بقول لك احكام الشرعيه دي اتكتبت من زمان، من ايام سعيد بن المسيب، كان في 53 تابعي كتبوا عن الصحابه، كتبوا بايديهم كتب موجوده مش رووا بس، كتبوا عن الصحابه منهم سعيد بن المسيب. حتى العلماء يقول لك السبعه اللي خدوا من الصحابه، اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم في العلم ليست بخارجها، فقول هم عبيد الله، عروه، قاسم، سعيد، سليمان، ابو بكر خارجها. دول السبعه الكبار بيسموهم السبعه الائمه السبعه بتوع المدينه. فقولهم عبيد الله، عبيد الله بن عتبه بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، السبعه دولت يعني، دول اشهر من اشهر الناس اللي خدوا وكتبوا عن الصحابه. وفي 53 واحد من التابعين كتبوا كتب عن الصحابه من ساعتها وحد الرده موجود. انا عاوز بس حضرتك تشاور لي امتى في التاريخ الاسلامي كان عندنا مذابح زي ما حكم التفتيش، عشان الناس الكذابه اللي بتدعي ان احنا عندنا حاجه بتفتيش، الكذاب او واحد جاهل ما يعرفش يقول لك عندنا محكم تفتيش اللي هو فين. هو هيجاوب عليه، انا عاوز لا مش هجاوب، هو هيجاوب عليه وبعد كده هنكمل هنروح للناس اللي ممكن مداخله. استاذ عمرو، دلوقتي يا استاذ عمرو ثانيه، يا استاذ يوسف اجي لحضرتك حالا. يا دكتور اسماعيل، الاحكام دي احكام احكام بتاعت اكمل بس حتى حضرتك سؤال يا فندم. لا 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 مش سؤال، مش سؤال لا سهل ما بوجهش كلام اصلا ليه، ما كانش في كلامي خالص. انا بتكلم على اللي بيقول كده الذي يكذب على الاسلام، بقول لك دي محكمة تفتيش ما كانش عليه خالص اصلا. انت مش سالت انت كان في كذا في الاسلام؟ لا مش سؤال اصلا استاذ اسماعيل اصلا، انا ما بتكلمش عليه خالص، انا بتكلم على اللي بيقول كده. جميل، ما فيش عاوزين يعني تاريخ، يعني مثلا عندنا احكام اسمها حديث يعني كتير جدا، احداث حصلت في اوروبا مثلا اسمها قتل الساحرات، قعدت اكتر من 100 سنه يقتلوا اي حد معترض عليهم يسميه ساحرات، النساء حتى لو كانوا معترضين على البروتستانتية أو كاثوليك كانوا يقتلوهم. وعندنا محكم التفتيش 3 قرون، وعندنا قتل البروتستانت والكاثوليك والكاثوليك البروتستانت، كل الحاجات دي عصور واضحة. لا هو بيتكلم امتى الإسلام. فاحنا عندنا بقى، هل عندنا احنا في عصر اسمه عملنا قعدنا نعمل محاكم تفتيش او رحنا قتلنا الناس؟ ما احنا حكمنا 12 قرن انضف كتير جدا من حقوق الانسان اللي بيتكلموا عليها دي، عمرنا ما عملنا مذابح اصلا. وضحت يا دكتور، ما حصلش الكلام ده، عمرنا ما قتلنا اطفال، عمرنا ما قتلنا نساء، والكلام ده قاله ويل ديورانت على فكره في الموسوعه بتاعته بتاعت التاريخ يعني. فده الحوار. بس في حاجه اخيره بس وقالها، موضوع هو لما كان بيقول اللي احنا بنعمل ده عشان الحكام، حكام ايه؟ انا بقول لكم ايام التابعين، من ايام الصحابه، حكام ايه؟ هو الكلام ده بتاعنا؟ ما كلام الكتب من ايام التابعين، كتب بياخدوها عن بعض. فيعني يعني ازاي تقول لي اكن حكم لسه جديد اليومين دولت؟ يعني ده من ايام التابعين، حكامي وبتاعي وجربنا في السودان وجربنا، احنا حكمنا العالم 12 قرن حضرتك، مش ساعتين ثلاثه، المسلمين حكموا العالم 12 قرن، 54 دوله، 35 مليون كيلومتر مربع، عمرنا ما عملنا مذابح، عمرنا ما قتلنا اطفال. عشان نوضح يعني، ادي اربع نقط، اصل بحب اكتب اربع نقط لعل يكون كلام واضح. شكرا جزيلا.